بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم، معا نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. روحك أمانة، البس الكمامة، عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار، عشان رضا الوالدين عقم الإيدين، عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين، عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا لقاء خاص، وأنا محدثكم جمال الشريف من كنار تي في، صوت العرب من كندا. كلنا بنعرف أنه إحنا في كنار تي في هدفنا الأول والأخير هو تسليط الضوء على الجالية العربية في المهجر في خارج البلاد العربية، خاصة في نورث أمريكا، ولكن الموضوع لا يمنع أنه نركز على نجاحات في دولنا العربية. واليوم حنحكي عن أحد أجمل هذه الدول وأحلى هذه الدول وأقرب هذه الدول، اللي هي دولة فلسطين. اليوم حنتكلم عن بزنس موجود في دولة فلسطين، ولكن له رونق خاص، وهو ليس بزنس عادي. يعني لو بزنس عادي يمكن تقولوا لي ليش انت جايب معاه لقاء، لكن هذا البزنس فعلا خلق أول إشي فرص عمل للناس المحليين، ساعد على وضع اسم فلسطين على هذا النوع من البزنس وهو الفاشنز، وهذا مهم جدا، وطبعا خلى الناس كتير ولو بشيء صغير هيك يشعروا بقربهم لبلدهم الأم أو حتى لفلسطين بشكل عام. طبعا فلسطين بلد الجميع، بلد كل العرب والمسلمين، وكلنا عارفين هذا، حتى المسيحيين وإخواننا في جميع العالم. الحكي طبعا سيطول إذا بدي أبدأ في هذا المشروع. المشروع شيء جميل، أنا عجبني ولفت انتباهي، فعشان هيك اليوم بدي أعرفكم على هذول الشباب أو على هذا البزنس، وإن شاء الله تقدروا تدعموهم بأي طريقة، إنكم تشتروا منهم، إنكم تحاولوا إنكم تسووا هدايا لأخوانكم وأصدقائكم سواء في الوطن العربي أو حتى لكندا. حنحكي إذا بوصلوا ولا لا، هذه أحد الأسئلة المهمة، إذا بوصلوا لنورث أمريكا إن شاء الله بنقدر نسلط هذا الضوء على هذا البزنس. خليني أنا وياكم نرحب ب CEO أو المدير التنفيذي لهاي الشركة، أخوي وصديقي الأستاذ محمد جبر من رام الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك دكتور جمال، الله يخليني إياك، وشكرا لكنار تي في على هالمبادرة الرائعة اللي إحنا نوصل صوتنا لكندا والولايات المتحدة الأمريكية وكل أهلنا بالخارج. أهلا وسهلا فيك، أنت بتحكي معي من رام الله؟ نعم صحيح، من رام الله. كيف الأوضاع؟ تحديدا بالبيت. اهلا وسهلا فيك وباهل البيت ان شاء الله. كيف الاوضاع عندكم؟ ان شاء الله الوضع احسن هلا. والله من ناحيه الوضع الوبائي يعني ان شاء الله يكون احسن، يعني ان شاء الله الامور في بوادر حلها قريبا ان شاء الله يا رب، وصول لقاح لفلسطين ان شاء الله بيكون خلال الاسبوع المقبل من شهر 3 ان شاء الله يا رب. والوضع الاقتصادي شوي صعب الايام هاي بسبب الاغلاقات، ونتمنى انها تنحل ان شاء الله بالقريب العاجل ان شاء الله يا رب. طبعا محمد انت والشباب عملتوا هذا البرنامج او هذا الويب سايت اللي هو بدا اونلاين بزنس، وهذا إشي يعني شويه لسه جديد على وطننا العربي، فاحكي لنا عن بدايه. اول شيء احكي لنا عن نفسك، انت شو الباك جراوند تبعك، انت المدير التنفيذي وانت اللي بدات المشروع، فاحكي لنا عن نفسك شويه. والله بصراحة أنا بفضل الله والحمد لله رب العالمين اشتغلت بمجال العلاقات العامة والإيفنت مانجمنت 15 سنة بفلسطين.
والحمد لله يعني تمتعنا بعلاقات كتير كبيرة محلية ودولية بحكم شغلنا السابق اللي هو المؤتمرات، المعارض، المهرجانات، فخلقنا نوع من النتورك بفلسطين بحكم شغلنا السابق. فحبينا انه احنا نستغل هاي العلاقات بالطريقة الصح والطريقة الإيجابية لنوصل صوتنا بطريقة جديدة بلغة جديدة، خصوصا في جيل جديد بالغربة، يعني للأسف انهم موجودين لظروف خاصة بخارج فلسطين، نحاكيهم بلغة جديدة. فكان عندي حلم يعني من زمان، من سنوات، يعني من أكثر من 5-6 سنوات، إنه يكون عندنا براند فلسطيني مختص في مجال الفاشن. فضليتني أشتغل على الفكرة بسنوات وتعب وسهر وشغل واستشارات ونسأل مصممين أزياء، لأنه أنا أصلاً مش مصمم أزياء بالبداية، فعشان نكون واضحين أمام المستمعين والمشاهدين. فبفضل الله توفقنا وأخد دعم كتير بالفكرة إنه إحنا نعمل براند فلسطيني للصبايا وللشباب بطريقة عصرية تحاكي الجيل الجديد بفئاته العمرية. والحمد لله توفقنا إنه نقدر نعمل أول بلاتفورم فلسطيني نعرض فيه بضاعتنا، خصوصا بظل يعني الجائحة كورونا بالعالم كله، وإن شاء الله الله يشفي كل المرضى يا رب وتكون هالجائحة تروح بأقرب وقت ممكن، اللي صارت ثقافة الناس إنه يتطلعوا على المواقع الإلكترونية وموضوع الشوبينج أونلاين، بحيث إنه إحنا نقدر نوصل لهم حتى برغم الوضع الوبائي بالعالم، إنه إحنا نقدر نلاقي الحلول. وخصوصا التكنولوجيا إحنا الآن يعني الحمد لله متوفقين فيها عالميا ودوليا ومحليا، فبالتالي إنه إحنا قدرنا نوصل بتطوير هذا الويب سايت إنه يكون أول براند فلسطيني. طبعا عشان أنا أكون منصف هنا واستغل الموضوع بالطريقة الإيجابية وما أظلم حدا، لأنه في مبادرات شبابية وخصوصا من صبايا ومبادرات ريادية سلطوا الضوء قبلي على موضوع الفاشن وموضوع الفلكلور الفلسطيني والتطريز الفلسطيني ورمزية الكوفية الفلسطينية، وكان في مبادرات رائعة، وهذولا كمان ناس من كل لهم كل احترام لتسليطهم الضوء على هاي الرسالة المهمة جدا. بس احنا هنا شوي عدلنا بانه احنا نعمل براند إلنا كبراند تجاري سميناه 970. هندخل على التسمية، هندخل على التسمية. طيب تمام، اوكي تفضل كمل. فهنا احنا طورنا الموديلات للصبايا وللشباب بمختلف الفئات العمرية زي ما حكينا، والحمد لله طورنا الويب سايت بشركة فلسطينية. طبعا كل اللي ساعدوني فلسطينيين موجودين بفلسطين، وبقدر اكن لهم كل احترام وجزيل الشكر من شركة انترتك ممثلة بسيد علاء علاء الدين، هو الرئيس التنفيذي لشركة الديفلوبمنت اللي عملت كل السوفتوير للويب سايت تبع 970. طبعا بشكر كتير ناس وقفوا معاي بهذا الموضوع بتسجيل علامات تجارية، الأستاذ طارق طقان محامي فلسطيني هنا معروف، بناس بشركة زوم للدعاية والإعلان بالسوشيال ميديا كمان وقفوا معي، شركة مدى للإنترنت وقفت معي موضوع الدعاية والإعلان للفكرة. طبعا كل اللي إخوان اللي ساعدوني فالنتير، يعني مش مقابل بزنس، مقابل مؤمنين بالفكرة. طبعا في رجال أعمال كمان رحبوا بالفكرة واستغلنا يعني إنه علاقاتهم بالخارج كمان اللي وصلوا الفكرة للناس كلهم. كتير في ناس ممكن أشكرهم يعني وبديش أنسى حدا، ولكن الدكتور سعد الخطيب كمان صديقي وأخي وحبيبي وقف معي كتير بالفكرة وساعدني في موضوع الكونتنت كرييشن للكوبي رايت لكل التفاصيل اللي بتخصها في الويب سايت، الأخت حنان طه حنان ريان والأخ شوقي مخطوب كمان ساعدوني بالسيرفي بالبزنس ستادي تبعت البروجكت كله ومين الشريحة المستهدفة وكيف نقدر إحنا نبني على هذه العلاقات نجاح وراء نجاح. في كتير ناس وقفوا معي بفلسطين وبرجع وبكرر إنهم فالنتير يعني بدون مقابل، مجرد إيمانهم بالفكرة هذا ساعدني كتير.
في بلوجرز ومشاهير وفنانين فلسطينيين جوا فلسطين وخارج فلسطين مشكورين يعني وقفوا معي بهاي الفكرة، والحمد لله يعني هنا اليوم وصلنا. طبعا عمر الشركة أونلاين لا يتجاوز 6-7 شهور يعني. أوكي، هذا كان سؤالي، متى بدأت الفكرة؟ يس، متى بدأ ال بلشت شافت النور ب 9/7/2020 يعني بعز كورونا. بعز أزمة كورونا وأنا ارتقيت إنه أطلق الويب سايت 970 as a platform فلسطيني ونعمل لونشينج من فلسطين ب 9/7/2020 نسبة لاسم البراند. أوكي، 9/7/2020 حلو. طيب خلينا نبدأ، بس أنا بدي أحكي شغلة، إنه ما شاء الله الشعب الفلسطيني معروف إنه يخلق من الصعوبات نجاحات ويبدع كلما زاد الضغط عليه. يعني أهلنا بغزة معروفين أنتجوا طاقة كهربائية من الشمس، طبخ من الشمس، كل ما زاد الضغط كل ما زاد التمسك في الإنتاج، وهذا شيء جميل. أنا بدي أحكي بس شغلة، يمكن في فريزنج عند الأستاذ محمد، عذرونا، المهم الصوت واضح، الفريزنج الواضح عندك الصوت كثير بس في الصورة بتقطع. بس عشان أحكي لكم التحديات اللي بواجهوها برضو أهلنا بفلسطين، حتى في الإنترنت في عليهم ضغط، في عليهم صعوبات. 3G لحد هلا يمكن نزل 4G حديثا عندكم، صحيح؟ نعم، لا لسه 4G ما نزل تمام. 3G معك لا لحد الان 3G ما وصل ما نزلنا 4G لسه. يلا الله كريم، عشان بس نعرف الجمهور شو الاسباب. طيب خلينا نحكي عن سبب التسميه 970 970. اي واحد في العالم بده يسال هذا السؤال، شو هالرقم هذا؟ هو رقم عيد ميلاد بنتك، عيد ميلاد ابنك، عيد ميلادك؟ لا والله هو مش عيد ميلاد حدا، هو 970 رمز الاتصال الدولي بدولة فلسطين من الخارج، مقدمة دولة فلسطين، فربطنا رمزية الاتصال الدولي باسم البراند. حلو، هون إجت سبب التسمية. فكرة رائعة، فكرة. طب وين إجت الفكرة هاي؟ يعني عادة بيسموه اسم دولة رقم انت مسميه. لا ما هو بدك تربط إشي عصري حديث بالبراند تبعك اللي بخص فلسطين، فيعني حبيت انه يكون كمان نعرف الناس في رسالة كمان يعني شو يعني 970، يعني إلها علاقة برمزية الدولة، برمزية الاتصال بدولة تحت احتلال لحد الآن يعني. فإحنا مندور على سيادة نوعا ما بأي شيء بخصنا لفلسطين ونحافظ عليه. يعطيكم ألف عافية. طب خلينا نحكي عن الديزاينات. الديزاينات اللي أنا حورجي الموقع الآن عشان الناس تشوف الموقع، هاي الديزاينات مين بيسوي لك اياها؟ هل انتم جاهز الديزاينات ولا انتم بديتوا تسووا ديزاينات خاصه فيكم؟ والله احنا بنسوي الديزاينات ان هاوس بفلسطين، في عنا طاقم متخصص معي، بشكرهم طبعا على الهوا، كلياتهم مشكورين على افكارهم الرائعه، وكمان قديش هم يعني متحمسين للفكره وقديش بيطلعوا الشغل من قلبهم. وصلوا الليل بالنهار. كل موضوع الملابس دكتوري جماعة، أخي جمال، موضوع مش سهل، موضوع أنت في منافسة كبيرة عالمية اللي أنت تحط اسمك كأول براند فلسطيني على جغرافيا الأزياء الفلسطين العالمية عفوا. فبالتالي موضوع مش سهل أنك أنت توصل لذوق الناس في نوع معين. وأنا كمان في شغلة بدي أنوه هون في موضوع التصاميم، بدي كمان انه يكون في مش تعاطف بس عشان موضوع انه احنا قضيتنا في قلبنا، وين ما حيينا وين ما رحنا وين ما جينا، ان كان في كتير حتى ناس مش فلسطينية بحبوا فلسطين زي الفلسطينيين تماما. كمان انا بدور كنت على الكواليتي وعلى الذوق في موضوع التصميم اللي اربط رمزيتنا بتراثنا، تراثنا اللي احنا لازم نحافظ عليه، تقاليدنا وثقافتنا وحضارتنا بطريقة عصرية اللي توصل للناس بطريقة تكون ملائمة للمنافسة اللي بتصير الآن عالميا. عشان انت تدور على طريق خاص في إلك ماركت شير يكون إلك موجود بالعالم، وهذا شيء مهم في الأزياء. إذا انت
بتسوي أزياء لو كواليتي الناس تشتري مرة واحدة عشان الكوز، بس لما تسوي هاي كواليتي فعلا بيشتروا عشان الماتيريال، عشان النوع القماش، عشان التفصيلة. يعني أنا صراحة بقول لك، يا مرة شريت بلوزة من الأردن عليها علم فلسطين، لكن إذا بترفع كمك أكثر من هيك بمزع، يعني تفصيلها كان خطأ. تمام، هنا احنا عملنا سايز شورت الخاص فينا في موضوع الفابريك اللي احنا بنختاره من المصنع من A to Z. الزر يعني هاي مثلا على سبيل المثال البلوزة انا هاي اللي لابسها هي من البرودكت تبعتنا، قديش التطريز اوكي، هذه مغسولة 5-6 مرات اللي لابسها انا يعني بيرسونال اوكي اوكي، هذا بالنسبة للكواليتي. العلم الفلسطيني اذا ملاحظ اوكي هذا مغسول 5-6 مرات، نفس ما هو نفس ما هو ألوانه، ولا بحل الأبيض على الأخضر ولا الأحمر ولا الأسود، فهمت كيف؟ يعني نعم. هنا عشان الأمور تكون واضحة أوكي؟ نعم. هلأ بالنسبة لأنه أنا بدي أدور على تعاطف عشان حدا يشتري، لا ما بدي. أنا إذا مش مؤمن بالفكرة as brand reasonable price ونحكي عنه لاحقا وكواليتي جيدة، ما بدي تجاملني. والدليل على ذلك انه احنا بعد ما طلعنا ب 9/7/2020 لحد اللحظه الان واحنا بنبيع اونلاين اوكي، والستوك الوير هاوس تبعنا برام الله تمام. هلا بقول لك عن موضوع اللوجيستكس اكثر اوكي. لما زبون اللي اشترى من امريكا او من الخليج او من الدنمارك او من فنلندا، بحكي عن زبايننا حقيقيين يعني اوكي، اشتروا اكثر من مره، معناته أنا هنا خلقت كريديبيليتي عالية مع الاند يوزر كونه بلاتفورم فلسطيني أول مرة بيطلع أونلاين وبوصل لك. هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم محمد في عالم الأونلاين، إنه هل الزبون برجع لك مرة تانية وتالتة؟ هذا it's very important، يعني هذا واحد من الأسئلة. يس تفضل. أنت how to judge، أنت مثلا البزنس تبعك how to evaluate البزنس تبعك، لما أنت تشوف الريتنج تبعه انه الزبون الاند يوزر اللي اشترى اوريدي عمل اكثر من مره اوردر، فبالتالي هذا إشي كتير مهم. وصدقا انا بهتم باللي بيعمل اي اوردرينج اكثر من مره بكتير، لانه في يعني ضروري انه تضل ان تاتش ولويال لهذا الشخص، لانه هو السيد تبعك، هو راس مالك بالمستقبل، فهمت كيف؟ طب قديش النسبة تقريبا الـ MRR هذا اللي هو الـ recurrence، الناس اللي بترجع قديش النسبة تبعتهم في الـ يعني أنا كم نسبتهم من اللي بيشتروا عندك؟ هل عندي هذا السؤال؟ هذا السؤال بشقين. السؤال الأول قديش نسبة اللي رجعوا يشتروا، بتحكي عن 30% 35% الآن أوكي، which is logic percentage، يعني أنه كتير، وأنا بالنسبة لي براود فيه ومبسوط أوكي. طبعا هذا ممتاز بالنسبه لعالم الانترنت. لا لا وبزمن، لا وبزمن قصير، انا يعني ما وفيت السنه لسه، يعني 9/7/2021 بصير سنه ان شاء الله يعني على خير اوكي. هلا نسبه الناس اللي بيشتروا لوكال 60% ونسبه الناس اللي بيشتروا خارج فلسطين 40%. هذا سؤال هذا بوديني لسؤالي الثاني. احنا الان معظم اللي بيسمعونا الان من دول خارج فلسطين وخاصة في شمال أمريكا. نعم. شو طريقة التوصيل logistics وقديش الأسعار؟ هل إذا شريت أكثر بكون أرخص الشيبينج؟ لأنه يمكن الشيبينج كوست إلو. شوف موضوع الشيبينج كوست مش في إيدي طبعا عشان نكون واضحين أوكي، بس ولكن مشكورين شركة أرامكس اللي هي ذراع اللوجستي لشركة 970. أنا وقعت معهم اتفاقية للشيبينج لوكال وانترناشونال تمام. حلو. وعملنا سوفت وير انتجريشن مع أرامكس، بحيث انه زبون قاعد بشمال امريكا او بكندا على سبيل المثال بنعطيه تراكينج نمبر من 970 وبتبع الشيبمنت تبعته وين وصلت اوكي. وعشان انا يعني اكون ادق اكثر بمعلومات للمشاهدين والمستمعين، انه اول بلاتفورم فلسطيني اونلاين بيوصل لكل العالم. واو 970. فانا تعبت على هاي الاتفاقيه وعلى السوفت وير انتجريشن اللي عملناه، فصار البوليسه الشيبمنت بتطلع من 970
للمستهلك أو الانديوزر. تمام؟ فهذا بالنسبة لعملية اللوجيستكس. فأي مكان بالعالم إحنا منوصل له، لأنه التولز موجودة بين إيدينا، وتعبنا على السوفت وير اللي عملنا فيه اتفاقية مع شركة أراميكس عالميا. تمام؟ وشركة أراميكس قدر المستطاع مشكورة عملت أسعار تشجيعية لموضوع الشيبينج، بحيث لأنه إحنا نعرف موضوع الشيبينج شوي مكلف، يعني ممكن أشتري هاي البلوزة قطعة معينة وادفع الشيبينج أغلى من حقها. صحيح. فإحنا حاليا عم ندرس يوم، يعني بعد يوم نوجد آلية إني أخفض موضوع البروفيت أوكي قدر المستطاع، واستثمره بالشيبينج في حالة زبون إذا اشترى أكثر من قطعة أو قطعتين أو ثلاثة يكون ريزنبل لما توصلوا القطعة، لأنه هو موضوع الشيبينج بيتعلق أخي جمال في موضوع الوزن مش في إيدنا. لوكال ما فيش مشكلة في موضوع الوزن محليا، بس أنا بعاني فيه لوجستيا عالميا ودوليا عشان هاي اتفاقيات لوجستكس عالمية مش بإيدي. يا أكيد هو موضوع الوزن هو أهم شيء، وهذه أنت مش عم بتبيع مثلا شغل برغي صغيرة سهل، وهذه حجم ووزن، يعني هذه شغلتين مهمات. بس أنا أتوقع أنه كل ما زاد الوزن كل ما نقص نسبة وزن الشحن. طبعا طبعا يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال ودينا شحنة على أمريكا فور إكزامبل، أنه الشيبينج كوست على القطعة اللي هي نص كيلو، يعني إذا طلعت نص كيلو وزنها لتسيخ 20 ل 25 دولار. تمام؟ هذا الشيبينج كوست. اذا اشترى كمان قطعه بصير 25% من الكوست الفعلي. تمام؟ كل ما زادت المشتريات لنفس الشخص، لنفس اليوزر، لنفسه، بقل الشيبينج كوست. اوكي، يعني لو بشحن مثلا 3 4 قطع اكيد بنزل الشيبينج كوست. طبعا ما بتنحسب كقطعه واحده، يعني بتنحسب على الوزن. يب. ممتاز. طيب أنا بدي أدخل شوية على أسعار القطع. أنا شايف يعني هاي البلوزة شيء تصميم أنا شايفها جميلة جدا، طلعوا الخارطة تبعت فلسطين محطوطة بطريقة جميلة مزخرفة، يعني للسيدات للصبايا أعتقد يعني هذا شيء جميل. سعرها 22 دولار ونص أو 40 سنت. هذا أمريكي؟ صحيح. دولار أمريكي؟ صحيح، دولار أمريكي. في عندكم بالشيكل وبالدولار الامريكي؟ مزبوط. انا شايف هون هذا للمحلي. مزبوط صحيح، حسب يعني عم نشتغل على الاي بيز في فلسطين، انه اي اي بيز انترنت سيرفيس بروفايدر فتح الويب سايت تبعنا من فلسطين يطلع له بالشيكل، واي دوله خارج فلسطين تطلع له بالدولار. ممتاز. انا شايف حتى في الوان عندكم، يعني انا بقدر اغير اللون. حلو. نفس البلوزة هاي، في عندها خيارات الثلاث ألوان. أنا بدي أبعت إذا سمحت لي يا جمال. نعم. أبعت عندك على المسج على الشات. يس سمعت. الويب سايت تبع الشركة، بحيث إذا المشاهدين حابين يلقوا نظرة بعد اللقاء راحتهم. أنا حطيته على الصفحة. 970pcfalestine.com. صحيح. 97 هي موجود على الشاشة إذا حدا حابب يدخل. طبعا إحنا نتمنى من الجميع أنهم يدعموا. الأسعار أنا شايفها very reasonable. كيف إجيتوا الأسعار هيك يعني، وكيف وصلتوا لهذا السعر؟ هو يعني الهدف إنه اشتغلت على الكواليتي to be honest، واشتغلتها بطريقة اللي تناسب جميع الفئات العمرية. كمان بالمنافسة العالمية أنت مش لحالك بالسوق. أوكي. صحيح. وهذا براند جديد، فبالتالي أنا ما بدي كمان الناس تستغلي أو إنه تأخذ فكرة إنه too expensive، وعملت فورميلا في موضوع shipping cost كمان بحيث إنه يطلع reasonable على جميع الأطراف إن كان محليا أو دوليا. فأخذنا هامش بروفيت بسيط عشان نكون صادقين أخي جمال، اللي إحنا نقدر نبيع أكثر ما إنه ضل عندي بالستوك. يعني في كتير كوليكشن كررتها أكثر من مرة، يعني طلبت كمان أوردر منها لأنها صارت out of stock على سبيل المثال. واو.
طب أنا بدي أسألك سؤال يمكن يكون سؤال عند الجميع، هل مكان التصنيع وين بتصنعوا هاي الشغلات؟ هل هي الصين، هل هي تركيا، هل أم فلسطين؟ لا، في جزء كبير بفلسطين وفي جزء بتركيا. ممتاز، يعني أنت حتى بتدعم التصنيع الداخلي، يعني بتساعد ناس اللي شوي بيشتغلوا. شوي شوي شوي، يعني في إذا بتحب تفوت على الويب سايت كمان. نعم. أنا بقدرش أتحكم فيه من عندي، من عندك صح؟ أنا آس، يا قول لي وين قصتنا؟ في عنا كوليكشن هاند ميد، هي غالية شوي بس هاي فلسطينية هاند ميد، لأنه عندي التصنيع هنا شوي تو اكسبنسيف عندي بفلسطين. صحيح. بس أنا كمان عملت هاند ميد، بس أغلبك أستاذ دكتور جمال دخلت هاي الرئيسية. هاي الرئيسية في، لا سوري، خليك على الرئيسية عفوا. أوكي. هاي الأزياء الرجالية مزبوط. في عندك لازم الأزياء الشتوية، اضغط هون لو سمحت. الشتوية؟ لا الستاتية بيطلع لك، انت عامله بالعربي. طبعا اي شتوية، خلينا نحط مثلا هون. اوكي تمام. تمام، ننزل. ايوه ننزل لتحت شوي. في واحد واثنين اذا لاحظت صح؟ مظبوط صح، الصفحة الثانية. اثنين نشوف. الصفحة الثانية عم بفتحها يفتحها. تمام، بدنا ننزل شوي صغيرة لتحت. هون صفحتين، لا بدك تطلع على الرئيسية. معلش تحملني كمان. هون المتجر يمكن. لا لا لا، مزبوط مزبوط، أنت كنت قبل شوي مزبوط. في الصبية اللي حامل الجاكيت. مزبوط، هاي هي. اضغط عليها بالضبط. الأزياء النسائية. طبعا تو لانجويج الويب سايت، عربي فيرجن وانجلش فيرجن، حسب السب تايتل الزبون بيختاره يعني. اوكي، ضغطت على الازياء النسائيه للصبيه اللي حامل الجاكيت. مزبوط صح. هاي طبعا طبعا الصبيه هاي بنطلونها والتي شيرت والجاكيت 970 كلياتهم. كلهم ما شاء الله. ما شاء الله. بس دي بسيطه. اوكي طيب، خلينا بهذه انت حكيت لي كل الازياء، في كثير ازياء عم بديتوا تسووها في داخل فلسطين وبتدعموا السيدات والمصانع الداخليه عشان يساعدوا، وهذا شيء جميل انه يكون في مساعده لاهل فلسطين، يعني برضه بتساعد. مش عارف قبل يفتح مش الجيل. بس اخي جمال، مش بس مساعده، الموضوع كمان في عندنا قدرات نسائيه بيقدروا يصنعوا الحبكه والتطريز الفلسطيني يعني تنافس العالميه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا شيء رائع نفتخر فيه. طيب خلينا نرجع لسؤال مهم جدا. افرض يعني الحجم ما اجى علي، ايش الحل؟ هل في عندكم سايز تشارت موجود على الموقع؟ لانه بتعرف مشكله، هاي مشكله في شراء الازياء. قديش الحجم بالنسبه؟ يعني في ناس بقول لك، خاصه اللي بيشتري من المواقع الصينيه، هاي يشتري 10 XL عشان يجي يدوب 1 XL. صحيح. كيف بدي أقيس حالي؟ كيف بدي أتأكد إنه هذا الحال؟ فوت على الويب سايت، فوت على الويب سايت لأي موديل بتختاره، ونفرض جدلا للشاب اللي بالضبط البلوز اللي لابسه أنا مثلا. أوكي. يعني. فوت عليها تحت البرودكتس اللي هي البلوز، لما تفوت عليها في إشي اسمه سايز شارت تحت، امشي شوي لتحت شوي لو بعد. نعم. هاي السايز شارت. ايوه هيه. حلو هذا السايز شارت كله كاملا عشان الزبون يكون مرتاح نفسيا لما يطلب الاوردر ويعرف السايز تبعه بالضبط. ممتاز، بيرفكت. هذا شيء مهم جدا في طبعا بكرر الويب سايت باللغه الانجليزيه واللغه العربيه. نعم، هي انا هي ممكن دو على الانجليزي، انا حاطط العربي يا جماعه بس عشان بالضبط. هلا تقدر هلا هيك بالانجليزي، هاي التشارت مرة تانية اللي بس. حابب يدخل ويشوفه. فيري فيري سيمبل، والحجم والشاب ما شاء الله عليه يعني فلسطيني بيرفع الراس ما شاء الله بيرفع الراس.
طيب هلا السياسة، هل في عندكم سياسة ترجيع؟ يعني هاي السياسة ممكن كثير بيسألوا عنها، خاصة احنا في نورث امريكا عندنا عادي هذا الشيء. اذا ثبت، اذا ثبت السايز شارت حسب الزبون طلب زي ما هو موجود بالسايز شارت وفي اي مشكلة طبعا بنرجع فورا، وصارت no. او 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 صار مثلا برودكتس في ديفكتس ولا قليل هذا الموضوع؟ صارت مرة واحدة عشان اكون صادق. ممتاز صدق، بس مش مني يعني، يعني شيء يعني صار في ديفكت في قطعة ورجعناه وبدلناها للزبون، يعني ما في مشكلة. ممتاز ممتاز. طيب انا في عندي سؤال الان، هل الموديلات الموجودة ما شاء الله كثيرة ومتعددة، لكن هل سنرى موديلات اكثر قريبا وطريقة تغيير في الديزاينات؟ لانه بتعرف الموضة تتغير والناس بتحب تغير، يعني اوكي انا بحب البس بلوزة مرة مرتين ثلاث عشرة بعديها الا اغير، يعني حتى لو غيرت مكان العلم يمكن بتغير في الديزاين عندي، بتغير في شعوري. طبعا في تغيير في الديزاينات، في موديلات جديدة راح تشوف قريبا، اول الصيف بتكون جاهزة وبتكون اونلاين تحت متناول اليد لكل الجميع بكل انحاء العالم. طب مين بيسوي لكم الديزاينات هلا؟ في شباب فلسطيني وصبايا فلسطينيين؟ نعم، وفي منهم بالخارج فريلانس باي ذا واي فلسطينيين كمان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في عندنا وفي عندنا مصممين ايطاليين كمان. حلو حلو، يعني حتى في انك توصل للفاشنست العالمي. ما هو الفكرة أخي جمال، كيف أقول لك شغلة، الفاشن ديزاينر فاشن ديزاينر، بس أنت قديش بتغذيه بالمعلومات اللي بتتناسب مع سياستك ورسالتك في الشركة أو بالبراند تبعك، هو بيقدر يطور لك إياها اللي تكون هارمونايز مع رسالتك. فهون إحنا كمان عملنا نتورك إضافية نعرف الناس، حتى الفاشن ديزاينر هم بروموترز لبلاده في بلادهم، انه في براند فلسطيني انه انا عملت تصميمه وهذا لفلسطين، فهو براود فيه. مظبوط مظبوط. فهاي القصه كمان بتفتح لك افاق وعلاقات تانية، وان شاء الله بس تفتح الدنيا ان شاء الله على خير انه نشارك بمعارض دوليه باسم فلسطين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. هنذكر الجميع بالموقع www.970970pc.com palestine ps.com palestine.com 970ps.com. هاي الموقع موجود برضو على الشاشة للي حابب يدخل ويشتري اي اشي، سهل جدا. 970 اللي هو الرمز الدولي لدولة، الرمز الدولي لدولة فلسطين للاتصالات، فممكن تدخلوا وPS اللي هي اختصار لفلسطين. طبعا شيء جميل. طبعا انا عندي سؤال هيك، يمكن ما بعرف حدا سألكوا اياه ولا لا، انا عايش في كندا وحابب أكتب على البلوزة I'm proud Canadian Palestinian or I am Canadian and I am Palestinian. أنا عندي جملة بدي أحطها وبدي إياكم تسووا لي البرنت هذا، هل في مجال؟ في مجال طبعا، بس إحنا عملنا إشي علم فلسطين وعلم كندا مع بعض. في مجال أخي جمال، بس إحنا مش على البلايزر اوريدي مصنعه، في شيء اسمه انا خلقته جديد، يعني يعني عملت عشان اللي تفضلت فيه، لانه في كتير ديماند على اللي تفضلت فيه اخي جمال. عملنا كاستمايز جاكيتس تفصيل بتكون للزبون باسمه، براندد باسمه، براندد از 970 باللون اللي بيختاره، اوقات بالديزاين اللي بيختاره او احنا بنقترح عليه ديزاين ويحط اسمه، والحمد لله توفقنا فيها وجديد عم بشتغل عليها، يعني جديد يعني. حلو، هاي جاكيتات بتكون موجودة يعني. مزبوط، إذا بتحب أبعت لك على الواتساب أفرجيك كيف. لا هنا مش موجود على الموقع؟ على الواتساب لو بعدت لك، لا على الموقع لا مش موجود. أوكي، يعني حتحطوها قريبا على الموقع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب طبعا. أوكي، لانه اكيد في عليها ديماند، خاصه الناس الشباب هلا كلهم ما شاء الله ديزاينرز، يعني بحبوا يسووا شغلات لحالهم وطريقه لحالهم. اذا انا فرجيتك على الكاميرا تحملني شوي من موبايلي. اوكي يا. من موبايلي خليني اقول مثلا على سبيل المثال هذا الجاكيت، اوكي بيسبول جاكيت. انا كاتب احطه بس اكبر الصوره. انا كاتب جبر بديزاين الكوفيه اذا لاحظت. مم مم مم.
واضح واضح يا. والعلم على الشمال، العلم هيو بس خليني أشوف لك. آه هاي الصورة أوضح مثلا، بلاش يفكروني بعمل دعاية لإلي. أوكي حلو حلو. هاي أنا عامل أمجي والعلم على على الكتف شايفه مزبوط يس. وهذه أمجي بكوفية فلسطين عاملها مختصرة لمحمد جبر. حلو ما بالضبط. هاي كاستمايز ترى هي اختصار لاسمي محمد جمال كمان. مقدمه. تسلم لاصحابها، تسلم عليك احلى. تسلم تسلم. طيب انا هذا 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 الشيء عفوا اذا سمحت لي جديد عملته ولقيت فيه طلب عليه والشباب والناس والصبايا حبوه يعني. سلمى بدي افرجيك جاكيت سلمى بنتي مثلا. انا عملت سلمى اعطيني جاكيتك نايس بن زيرو بابا. وتعالي سلمي على الدكتور جمال كمان، ماشي كل لقاء جد كثير برضه. يلا يحفظ لك اياها يا رب. طبعا انا شايف وراك مدن، هدول المدن كلهم ان شاء الله بتوصلوا لهم. انا طبعا بنوصلهم. وبتعرف شو امنيتي؟ سالت لي يعني سالتني شو امنيتي يعني. نعم. ان شاء الله تتحقق. لحظه يا بابا، ها احكي هاي للدكتور جمال. اهلا وسهلا ما شاء الله، الله يحفظك اياها يا رب. قربي 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 يا عيني عليها. هاي جاكيت سلمى مثلا، هذا علم فلسطين. ايوه اوكي. وهي بتروح فيه على المدرسه كمان. وهي اسمها هون سلمى. اوه فيري نايس. هيك مبين اوضح هون. يس الكوفيه تمام. اوكي وهنا بيكون شعار الشركه على البادي هون كمان. طبعا تطريز هذا كله يا حلو حلو. سلمى بدي اسالها سؤال. بدي اسالها سؤال. يلا. بدي اسالك عمو سؤال. تعالي تفضل سلمى. انت مبسوطه انه اسمك انت مبسوطه انه اسمك موجود على الجاكيت؟ طب اصحابك بيسالوكي وين سويتي؟ حلو. وين بتقولي لهم لما يسالوك؟ وين بتقولي لهم؟ موقع، بقول لهم موقع 970 ابوي بعمل له تطريز. حلو حلو. يعني انت ال ال انت السبيشالست تبعت الدعايه تبعت بابا ان شاء الله. انفلونسر. الله يحفظك يا رب. ان شاء الله بس انزل على فلسطين بدي اجي ازورك. اوكي اوكي. شو بتقولي له بس يجي على فلسطين؟ يجي عنا. شو بدك تطعميه لما يجي نغديه؟ اكله فلسطينيه بدنا زي بتسويها تيتا. زيتون. زيتون لا ايش زي غير الزيتون. مسخن. مسخن. أوزي، ملوخية، فاصوليا. لا مسخن مسخن. أوكي. الله يحفظ لك إياها يا رب. أكيد أنا بوعدك إن شاء الله. سلام. Thank you سلمى. Thank you. طبعا أنا من هذا الموقع يعني أنا من حكي مع بنتك. يمكن أنا إحنا مش محضرين ولا إشي من هذا اللقاء كله. زي ما أنت عارف حكينا إنه حيكون حوار. أنا كتير مبسوط لهذه المسج اللي ودتها سلمى، إنه حتى أولادنا في الغربة ممكن يكونوا فخورين بوضع اسمهم على الجاكيت، اسمهم مطرز بكوفية فلسطينية، علم فلسطين. طبعاً. هذا طبعاً. يعني هذا يمكن يفتح نقاش بينها وبين أصحابه. ليش حاطط اسمك هون؟ شو هذا التطريز؟ صارت بحب بالمدرسة وبتلبس وبتروح فيها على المدرسة. ممتاز. ما هو كيف بيصير الشغل؟ ما هو حدا بشوف بدي زي جاكيت فلان، زي جاكيت فلان، وأنا لسه مش حاطه على الموقع لأنه هذا كاستمايز جاكيت بده شوية شغل بروسس تانية، مش مصنع ولا أوردر. أنت عارف منه مينيمم أوردر، تعمل طلبية بهاي البلوزة نعمل ألف حبة، يعني بتفرق شوي لأنه هذا كاستمايز باسم زبون بالسايز تبعه. فهمت يعني؟ هنا اللي بياخد وقت وإفورت وتعب شوي بالشغل أكتر. نعم. That's why. أنا بذكر الجميع اللي بده يطلب لحاله أو لأولاده، الموقع موجود على الشاشة الآن. روحوا على الموقع وادعموا الشباب وساعدوهم وحتجدوا زي ما حكوا برودكتس رائع إن شاء الله. بدي أسألك سؤال أخير. تحديات. بس أنا على المدن اللي بس آخر إشي لأنه قلت لك أمنية. أمنيتي لما سألتني عن المدن بدك توصلها بالخلفية، أنا أمنية إلي شخصية إنه يكون براند as a brand 970 يكون له محل في كل مطار بالعالم. هاي أمنيتي.
في المطارات، في المطارات بديوتي فري تحديدا. يا عيني يا عيني، هذا ان شاء الله بتحقق هذا الحلم، وان شاء الله بصير حقيقه. ما دام في وراء شباب زيكم، في ناس عندهم ايمان بالفكره وبدعم الجاليه وبدعم العرب والمسلمين حول العالم والمسيحيه كلهم ان شاء الله بدعموك، وان شاء الله بنوصل لهذا الحلم بصير حقيقه. وبنرى 970 مش بس رقم دولي لفلسطين، لا، فاشن ديزاين فلسطيني بايدي فلسطينيه ان شاء الله. ان شاء الله. بسألك التحديات، هل بتشوفوا تحديات وجود الوضع؟ شوف، هو كونك انت اونلاين وفي تكنولوجيا سولوشنز الترناتيف سولوشنز، يعني نتجاوز هاي التحديات طبعا. انت بس في تحديات لها علاقة بفاينانشلز، يعني أمور مالية. عشان أكون صادق، هذا مجال الفاشن مجال بده انفستمنت كتير كتير، يعني مش مجال، يعني أولها صح الفكرة رائعة وبلشت واشتغل وأعمل أوردرات وأعمل تصاميم، بس عشان تتنوع وعشان تعمل كوليكشنز بدك انفستمنت كتير عالية. والحمد لله، يعني أنا منتجاوز هون في بعض الأمور وهينا ماشيين، يعني الحمد لله. إن شاء الله. يعني أنا شايف حتى عندكم ماري كريسمس للكريسمس، إشي هيك هوديز. هوديز للأطفال بمناسبة الكريسمس اللي مرة. والحمد لله، يعني حلو إنه إحنا نكون كمان مسلطين الضوء على المناسبات الفلسطينية، مش بس مسلمين كمان والمسيحية كمان. طبعاً طبعاً. يعني هذا شيء يمكن جميل انه نشوف الشغلات هاي التنوع، وخاصه اذا بتحطوا فيها اللمسه الفلسطينيه، يعني مثلا عن الكريسماس تحطوا فيها شيء عن بيت لحم، عن يعني موديلات جايه قادمه ان شاء الله. احنا بالاخر فلسطين عربيه حره بالاخر، يعني ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي في فلسطين. صحيح. واحنا كمان هذا الموضوع بالنسبه لنا، يعني احنا واحد، فلازم رسالتنا تكون موحدة اصلا قدام العالم. اكيد اكيد. استاذ محمد، انا يعني سعيد جدا بهذا اللقاء، لقاء رائع مع فكرة رائعة، نتمنى لكم التوفيق. بدي اعطيك اخر دقيقة اذا اشي انا نسيت احكي فيه بدك تزيد عليه او بدك تحكي لجمهور. بالعكس، يعني انت اجملت ووفيت اخي جمال، وبشكرك من كل قلبي، وبشكر السادة المستمعين والمشاهدين، وأجمل تحية من فلسطين لكل الفلسطينيين والعرب اللي بالخارج، بوجه لهم يعني تحية. في توضيح صغير على طريقة الدفع في الويب سايت، يعني ما حكينا وما تطرقنا إلها. إحنا عندنا 2 method of payment للويب سايت، على كريدت كارد، فيزا كارد أو ماستر كارد. وفي كمان لا سمح الله أي خلل أو أي شيء نقدر نعمل، أو أي مرتجع نعمل ريفاند من حساب الشركة لصاحب الكريدت كارد عشان المصداقية. فهذا الاشي حبيت بس اوضحه للمستمعين والمشاهدين. واتوقع انه معظم اللي عايشين في برا اكيد عندهم ماستر كارد او فيزا كارد، فالموضوع سهل يعني. نعم. وعادة هذه السكيور ميثودز، فان شاء الله اكيد مرة تانية بنرجع بنذكر الجميع انه كان معنا الاستاذ محمد جبر من 970 براند فلسطيني بفكرة فلسطينية رائعة، من أول البراندات اللي بحاول يركز على الفاشن الفلسطيني بلمسة عصرية جميلة جدا. موقعهم موجود على الشاشة إذا حابين تطلبوا منهم، وأنا بتمنى إنه المشاهدين بعد ما يطلبوا يتواصلوا معنا ويحكوا لنا رأيهم بكل صراحة بالمنتجات. برضو ممكن نوصل هذا الموضوع للأستاذ محمد. الله يخليك، أنا كتير انبسطت أكون معك، بشكرك باسمي وباسم جميع المشاهدين باسم قناة كنار تي في، ونتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى لكم كل النجاح، وإن شاء الله رب العالمين نشوفكم في كل مطار عالمي إن شاء الله يا رب، ونشوفكم إن شاء الله فعلا براند فلسطيني نفتخر فيه والشباب نفتخر فيهم. سلامي للطاقم اللي معك، أنا عارف أنه معك طاقم رائع، سلامي لهم وإن شاء الله بتوكل تحياتي لهم أيضا.
تسلم تسلم أخي جمال، شكرا لك وشكرا لمبادرتك الرائعة بالاتصال المرئي، اللي أنا بوجه تحية لكل أهلنا بكندا وبأمريكا وبكل العالم. شكرا لك. تسلم. تصبح على خير، نراكم في حلقة قادمة. سلام للجميع. سلام.